الأسرة وكل هيتم تحت المفوضية الأسرة، لأنه الهام الوحيد للأسرة هي مفوضية الأسرة. أنا بحكي لهم زي كده، والكل لازم يقبل تحت المفوضية مش فوق المفوضية. رسالتي للأسرة المضربين عن الطعام هي الوحدة والقوى الوطنية تتوحد كي يتم الإفراج والتعامل مع كل المؤسسات الدولية للضغط على العدو الصهيوني للإفراج عن الأسرى المضربين الإداريين وأيضا المرضى. بطالب في الأخ أبو مازن، أنا بشد على أيدي شدة قوية إنه يقف مع الأسرى جميعا، من فتح، من حماس، من جبهة، من كله. هدول إخواننا، هدول شعبنا، هو لما انحبس انحبس من أجل فلسطين. وقوفا مع أسرانا الإداريين المضربين، لنقول لمؤسسات المجتمع الدولي اخرجوا عن صمتكم، ونقول لهم كفى كيل بمكيالين. أولا نقدم التحية، كل التحية إلى أسران الأبطال، نقدم التحية إلى أسيراتنا، نقدم التحية إلى أبطالنا المضربين، الأسرى الأذاريين، الذي نناشد كل الشعب الفلسطيني، نناشد كل المؤسسات الفلسطينية، المؤسسات الدولية الحقوقية الإنسانية.